بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وصحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومنا وعلوم شيخنا وتلامذتنا في الدارين، آمين. الحديث التاسع في باب الزهد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة، في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قلت، قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدي. أنا مكتوب عندي أرصده، افتح الهمزة، أرصده مش ضمة، خطأ، أرصده وأرصده يجوز الاثنين، يجوز كسر الصاد وإيه ضمة، إلا شيء أرصده أو أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا هكذا هكذا، يعني ينفقه، يعني أقول بإيدي يعني أنفقه، يعني لأن قول اليد إيه؟ الفعل، وقول اللسان اللفظ، مش كده برضو؟ وقول الرجل المشي، مش كده برضو؟ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثلاثة. طب وين امامه؟ ما جابهاش ليه؟ جت في روايه تانية فاختصار من الروض، لكن هي ايه؟ في جميع الجهات، يعني هي من امامه ومن يمينه ومن شماله ومن خلفه، يعني ينفق في جميع جهات وجوه البر، في كل وجوه البر. فهمت بقى ازاي؟ بس هنا اكتفى بثلاث جهات وما قالش الاماميه، اكتفاء من الراوي. فهمت بقى ازاي؟ اما اختصارا او للعلم به، او لان الامام هو الايه؟ وجهه النفقه المعروفه ايه بداهة. كل ده ايه؟ كل ده يفهم منه. فهمت؟ لحسن تفتكر انك انت النبي ما بينفقش الا يمين وشمال ووراء، لكن ما بينفقش قدامه كده. تبقى بقى اسمها ايه دي؟ ايه دي اسمها؟ ايه؟ غباوه. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار فقال: ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه. الاكثرين يعني اللي بيكثروا من المال ولا ينفقوا، هم الاقلون يوم القيامه. يعني ايه؟ يعني هم الاقلون في الثواب والاجر والدخول في الجنه. يعني الغني اللي بيمسك ماله دول قليلين قوي منهم اللي تلاقيه في الجنه، ودول ايه؟ كتير منهم في ايه؟ في النار. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يميني وعن شمالي ومن خلفي، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك، يعني استنني هنا. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، يعني اختفى إيه من الظلمة، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيه، فلم أبرح. دل على أنك أنت ما تشغلش مخك مع النبي. النبي قال لك أوقف، هو سمع صوت والنبي اختفى، خاف، والنبي كتير متربسين، فقال: أنا أروح أشوف. يعني كلامه برضو لطيف لأنه بيحب النبي، لكن شوف هو رجح ايه؟ رجح اتباع قول النبي على ايه؟ على ما خطر في باله من مصلحة النبي حتى. شفت قد ايه؟ يبقى ده يقدم كلام النبي ايه؟ بغض النظر عن ايه؟ اي مصلحة، اي تفكير اخر يجي لك يطرح عليك. فهم؟
فأردت أن آتيه فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني. يبقى الصحابة من أهل الكشف أهو، كشف لهم. يبقى في من الصحابة من أهل الكشف. يجي لك عيال وهابية تقول له إن في بعض الأولياء شاف مش عارف ملائكة، مش عارف إيه، ويعترض. يعني الصحابة يعني كان هيبقى أفضل من الصحابة يعني؟ قول له تلهي يا أخي. يزوم كده. يزوم زي مين؟ زي الزوامين. ومين اللي بيزوموا؟ نوع من الحيوانات تزوم. المهم خلينا هنا. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. العجيب يا أخي إن النبي قال لسيدنا جبريل كده، قال له: وإن زنى وإن سرق. ده النبي قال كده، راجع جبريل. فجبريل قال له: وإن زنى وإن سرق. فالنبي رجعه تاني: وإن زنى وإن سرق. فقام النبي تروج جبريل، قال له: وإن زنى وإن سرق. فانصرف النبي عن سيدنا جبريل وخد البشارة. فقال لسيدنا أبو ذر، أبو ذر قال له إيه لسيدنا رسول الله؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. ما سكتش بقى أبو ذر، جابها ثالث مرة: وإن زنى وإن سرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. نقرأ الشرح. وعن أبي ذر بفتح المعجمة وتشديد الراء كنية جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كمال تواضعي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي وعدم ترفعي على أحد منهم. أبو ذر يعني يعتبر من فقراء الصحابة ومن غرباء الصحابة كمان، ده جاي من اليمن يعني ملوش عزوة يعني، وبعدين ماشي مع النبي. لو واحد بيه كبير كده ماشي، واحد كده بسيط ماشي جنبه يقول له: ايه امشي يا ولد، جاي كمان، صح ولا لا؟ انت صاحبني ولا ايه؟ مع قد بعض مش كده هيعمل له كده؟ النبي بلا حاجة تانية. جميل، مفيش أجمل من النبي تواضعا وحبا لأمته، ويعرف كمان ايه قدر الرجال. ابو ذر ده لان النبي كان يزن الناس بوزن الايمان مش بوزن مظاهر الدنيا، فهمت ازاي؟ فعارف ابو ذر ده في الايمان يعني ايه حاجه تانية. فيه كمال تواضعي صلى الله عليه وسلم مع اصحابي وعدم ترفعي على احد منهم. في حره بفتح الحاء المهمله وتجديد الراء هي ارض ذات حجاره سود والجمع حرار بكسر أولي بالمدينة، علم بالغلبة على دار هجرته صلى الله عليه وسلم. فاستقبلنا أحد، أو استقبلنا أحد دي إيه؟ دي مجاز يعني، كأنه أحد جاي وإحنا جايين فقابلناه. الله، هو أحد بيتحرك؟ لكن استقبلنا أحد يعني إيه؟ يعني قربنا ليه. آدي معناه، يعني لما تقول استقبلنا أحد، أحد تبقى فاعل مش كده برضو؟ واستقبل فعل، وكأنه أحب يفعل مش كده برضو؟ طب هو أحب يفعل يعني بيتحرك بالإرادة، ده جماد، ده قاعد مكانه. يبقى النبي بيتكلم بالمجاز، يبتاع المجاز اللي هم بينكروا المجاز. هيروح يصلح للنبي بقى، يقول يروح يصلح للنبي يقول له: لا يا رسول الله ما تقولش فاستقبلنا أحب، قول فقابلت أحب، أو فاستقبلت أحد، عشان يبقى مفعول به، عشان تخلي واحد مفعول به. تصور أنت هيقول للنبي كده، النبي هيعمل له إيه؟ النبي هيبص له كده أهو ويسيبه ويمشي. أعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه وسلم. ف
فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر. فيه تكنية العالم تلميذه وتابعه تأنيسا وتكريما، وهو من كمال فضله وحسن خلقه خلقه وحسن إيه خلقه صلى الله عليه وسلم. قلت في نسخ البخاري في المصحح المصححة فقلت بالفاء أول لبيك يا رسول الله، فيه الجواب زيادة في الأدب. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، والإتيان به للتعظيم كقوله تعالى ذلك الكتاب. هذا شوف هذا كلمة هذا اسم الإشارة، جاب اسم الإشارة له قدامهم تعظيما، يعني تعظيما لحجمه يعني. والإتيان به اللي هو اسم الإشارة هذا، والإتيان به يعود على اسم الإشارة للتعظيم كقوله تعالى ذلك الكتاب. برضو لما ربنا قال ذلك الكتاب إيه؟ اسم إشارة، ويشير بإيه؟ بذا واللام للبعد، بعد المكانة وعلو المنزلة وتعظيما لشأنه فيشار إليه. فهمت بقى؟ وقوله ذهب تمييز لمثل، وجاء في رواية البخاري في باب الاستئذان من صحيح فلما أبصر أحدا قال ما أحب أن يحول لي ذهبا. قال الحافظ بعد ذكر اختلاف رواياته، وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث ومخرجه متحد فهو من تصرف الرواية، يعني كأن الراوي بيروي إيه بالمعنى. ويمكن الجمع بين قولي مثل أحد وبين قولي يحول أحد بحمل المثلية على شيء بكون وزنه من الذهب وزن أحد، والتحويل على أنه إن قلب ذهبا كان على قدر وزنه أيضا، وذهبا على تلك الرواية الثانية جعله ابن مالك مفعولا ثانيا لحول، ومفعوله الأول ضمير أحد، واستدل به على مجيء حول بمعنى سيارة، وعمله عملها، وهو استعمال كثير يخفى على أكثر النحاة، إن كلمة حول بتيجي بمعنى سيارة وبتعمل عمل سيارة بتحتاج مفعولين. ورده الحافظ بقول بعد أن ذكر أن اختلاف ألفاظه من تصرف الرواية ما لفظه فلا يكون حجة في اللغة. وإن كان برضو نرد على الإمام الحجر ليه، لأن الصحابة حجة في اللغة حتى لو تصرف الراوي، هو بيتصرف في اللغة هو يتقنها، فتصرف الصحابي في اللغة بتاعته ده دليل عنها حجة. إذا كان شعراء الجاهلية اللي قبل الإسلام كان بيعتبروا كلامه حجة في اللغة، مش عايز تخلي كلام الصحابة حجة في اللغة، فهم؟ فممكن يترد على ابن حجر برضه، وعلى عينه على رأسنا، هو أمير المؤمنين وكل حاجة. يعني أنا قصدي إن كل عالم يؤخذ منه ويرد دون أن تنتقص عند الرد والمخالفة بس، يعني يفضل في كمال مقامه، واحنا بنتناقش مع بعض نحاول، هذا لا يهز ايه المستوى العلمي ولا توقيري ليه كمان. فاهم؟ تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة، وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها غالبا، لكن يعكر عليه رواية يوم وليلة، في رواية ثانية يوم وليلة مش ثلاثة أيام. فالأولى أن يقال الثلاث أقصى ما يحتاج إليه في تفريق مثل ذلك، والليلة الواحدة أقل. وعندي منه دينار جملة حالية إلا شيء كذا، هو فيما وقفت عليه من نسخ الرياض بالرفع. وقد ذكر الرياض يعني رياض الصالحين، نسخ الرياض يعني إيه؟ أحسن تفتكر الرياض إلى مدينة الرياض يعني، ما كانتش لسه اتبنت أيام ابن علان. كذا في من نسخ الرياض، الرياض يعني هو عنده كتاب رياض الصالحين عنده منه كذا نسخة مخطوطة، فبيراجع النسخ دي كلها عشان يصحح منها. فهمت بقى ازاي؟ فبيسموه نسخ الرياض. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن فيه روايتين الرفع والنصب، يعني إلا شيء وإلا شيئا. قال وهما جائزان لأن المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص، فاتجه النصب. وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق النفي، والشيء فسر في رواية بالدينار ووقع في رواية غير أبي ذر، وعندي منه دينار أو نصف دينار. وفي رواية أخرى وأدع منه قيراطا، قال قلت قنطارا، قال قيراطا. وفيه ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل،
يعني في روايه بيقول قراءه ايه قيراطا، فسيدنا ابو ذر بيقول قنطارا، قال له لا انا بقول الاقل قيراط، والقيراط اقل من القنطار. ارصده لدين. قال الدمامين بفتح الهمزه والصاد مضمومه او مكسوره، اي اعده واحفظه، وهذا الارصاد اعم من ان يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر، او لاجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، هو استثناء بعد استثناء فيفيد الاثبات، فيؤخذ منه ان نفي محبه المال مقيده بعدم الانفاق، فيلزم محبه وجوده مع الانفاق. يعني محبة المال ده مذمومة إلا لو كان من إيه؟ إنك أنت بتطلبه من أجل النفقة، يبقى ده محمود. لكن لو بتطلب المال لأجل إنك تمسكه يبقى كده مذموم. فهمت؟ فما دام الإنفاق في سبيل الله موجودا لا يكره وجود المال. وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال. ولا يلزم من ذلك أصل المال ده لازم تعامله معاملة الماء، شوف المال والماء، فالماء ما تمسكهاش، عارف لو مسكت المية تشوف لها طريق تاني غير ناحيتك تمشي منه برضه، ما لابد تسيل، فهمت؟ والمال كده تيجي تمسكه يقوم ايه ربنا يقبض عنك، يقوم يدي الرزق لغيرك عشان ينفقه، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده كلما انفقت كلما سال المال في ايدك، انفق عليك، لأن المال كالماء يريد أن يسيل لا يحجز. فهمت بقى ازاي؟ فلو أنت تعاملت مع المال كأنه ماء فتأخذ منه حاجتك وتسقي به العطشان ما فاض منه، يقوم إيه؟ ما يجفش عنك المال أبدا. يفضل المال باستمرار معاك. فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحكاية. ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو قدر أحد، وإذا انتفى الإنفاق ثبت كراهية وجود المال، ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو قدر أحد أو أكبر مع استمرار الإنفاق. وقوله عن يمينه إلى آخره هكذا اقتصر على ثلاث جهات يعني، وحمل المبالغة لأن العطية لمن بيديه هي الأصل. قال في الفتح والذي يظهر لي أن ذلك من تصرف الرواة، وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع، ثم ذكر أنه وجده كذلك في رواية بإثبات الأربع، قال وقد أخرجه في الاستئذان فاقتصر على الثنتين وعد إلى الأوليين بحرف المجاوزة اللي هو عن، يعني عن يميني، دي حرف المجاوزة، لأن المنفق منهما كالمنحرف عن المنفق النار على عرضه، ونظيره جلست عن يميني، وعد الثالث بحرف الابتداء إيماء إلى كمال المبالغة في الكرم حتى كأنه ابتدأ به. كأنه ابتدأ به من جهة الخلف بعد أن أتمه من جهة الأمام وجاوز به عن جانبيه. وقال الحافظ قوله من خلفه يعني إيه؟ يعني إيه في روايات عن خلفه وفي روايات من خلفه، فقال لك من خلفه وفي روايات عن يميني، فبعدها بحرف الابتداء اللي هو من، وبعدها بحرف المجاوزه اللي هي عن، فهمت؟ بيان للاشاره وخص عن اليمين والشمال لان الغالب في الاعطاء صدوره باليدين، انتهى، وما قلناه اظهر فتدبر، ثم سار فقال في روايه للبخاري، ثم قال وبها يتبين ان احد العاطفين استعير في محل الثاني، الا اداه استفتاح. يؤتى بها لتنبيه السامع لما بعدها اهتماما به، ألا إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، هكذا عند البخاري الأقلون بالهمزة في الاستقراض والاستئذان، يعني أبواب الاستقراض والاستئذان من صحيح، وقع عنده في الرقاق منه المقلون، مكان الإيه الأقلون خلاها المقلون بالميم محل الهمزة. قال الحافظ والمراد الاكثار من المال والاقلال من ثواب الاخر، يعني من النفقه، يعني النفقه في الخير يعني، وهذا في حق من لم يتصل بما دل عليه الاستثناء بعد من الانفاق بقول الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله
ومن خلف، شوف عن ومن، خدت بالك؟ في رواية عند أحمد: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحثى عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره، أو قال من بين يديه في الرواية أمامه يعني. فاشتملت الروايتان على الجهات الأربع، وإن كان كل اقتصر على ثلاث منها، وقد جمع عبد العزيز بن رفيع في روايته ولفظه: إلا من أعطاه الله خيرا أي مالا، فنفح، نفح يعني إيه؟ يعني أعطى بكسرة، أدي معنى نفح، يبقى أعطى بكسرة. فنفح بنون وفاء ومهملة أي أعطى كثيرا بلا تكلف، يمينا وشمالا وبين يديه ووراءه، وبقي من الجهات فوق وأسفل، والإعطاء من قبل كل منهما ممكن، لكن حذف لندوره، وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية وليس قيدا فيه، بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه ما لم يدر به من أمامه. وقوله هكذا صفة لمصدر محذوف أي لمن أشار إشارة مثل هذه الإشارة. وقليل ما هم ما صلة مزيدة لتأكيد القلة، يعني وقليل هم، فقال إيه ما هم مزيدة للتأكيد، ويحتمل أن تكون موصوفة، ولفظ قليل هو الخبر وهم المبتدأ والتقدير وهم قليل، وقدم الخبر اهتماما بمضمونه كما يؤذن به تأكيده، ففيه التحريض على الإنفاق لأصحاب الأموال ليندرج في القليل الذي هو الجليل والله الموفق. ثم قال: لي مكانك بالنص أي الزمه، وقوله لا تبرح تأكيد له ودفع التوهم أن الأمر بلزوم المكان ليس عاما في الأزمنة، حتى آتيك غاية للزوم المكان المذكور. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، في إشعار بأن القمر كان قد غاب حتى توارى، أي غاب شخصه. قلت: ويحتمل أن يكون التواري بسبب زيادة البعد حتى خفي عن البصر، سيما ونور القمر يغيب فيه الشخص عن العين في بعد لا يتوارى عنها في مثله في الشمس لضعف ضوئه. فسمعت صوتا قد ارتفع، في رواية لغطا وهو اختلاط الأصوات، فتخوفت أن يكون، أي من أن يكون أحد قد عرض أي تعرض بسوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه أي أتوجه إليه، كما جاء في رواية أن أذهب أي إليه، ولم يرد أن يتوجه لحال سبيله بدليل رواية الباب، فذكرت قوله لا تبرح فلم أبرح حتى أتاني، في رواية فانتظرته حتى جاء، وفي الحديث الوقوف عند أمره صلى الله عليه وسلم ولزوم طاعته، قال في الفتح: ففيه أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفعها أولى، انتهى. فقلت: جاء في رواية البخاري زيادة: يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت منه. اللام هي المؤذنة بالقسم، لقد يعني لقد كأنه بيقول إيه؟ والله قد سمع، فاللام دي مؤذنة يعني كأنها علامة أنه بيحلف يعني بيأكد. واللام هي المؤذنة بالقسم المقدر الداعي إليه تأكيد مقام الإخبار. لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له المفعول محذوف أي ما سمعت، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات بلفظ فذكرت له الذي سمعت. فقال: وهل سمعته؟ المعطوف عليه محذوف أي أتذكر ذلك وهل سمعته؟ ومفعول سمع محذوف لدلالة ما قبله أي وهل سمعت صوتا؟ وظاهر أن الاستفهام للتثبت والتقرير لتقدم إخباري بالسماع، فجوز أن يكون التبس عليه صوت نحو ريح حينئذ بصوت متكلم فقال ذلك لذلك. قلت: نعم أي من غير تردد. قال: ذاك أي الذي كنت أخاطبه جبريل، أو ذاك الصوت الذي سمعته صوت جبريل، ففيه على الثاني مضاف مقدر. أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا أي من الشرك الجلي، أما الخفي وهو نحو الرياء فغير مانع من دخول الجنة. دخل الجنة، فقيل المراد إما ابتداء إذا كان من أهل إيه؟ من أهل الصلاح يدخل ابتداء، أو بعد المجازاة على المعصية إن كان من أهل التخليط يعاقب الأول عقوبة كده تنقية وبعدين برضو يقولوا للجنة. وقيل المراد دخلها ابتداء، وقد حمله كذلك البخاري على من تاب عند الموت، وهذا ما فهمه أبو ذر، والأول أولى للجمع بين الأدلة،
جواب الشرط. رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله، فقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر وبعدم دخول الجنة لمن عملها، ولذا وقع الاستفهام بقول أبي ذر قلت وإن زنى وإن سرق، بتقدير همزة الاستفهام قبله، يعني إيه أإن زنى أو إن زنى أو إن زنى وإن سرق، بتقدير همزة الاستفهام إيه أو إن. قال ابن مالك حرف الاستفهام مقدر أول هذا الكلام ولا بد من تقديره، قال وإن زنى وإن سرق، أي يدخله وإن زنى وإن سرق، إن وصلية والواو الداخلة عليها قيل عاطفة على مقدر وقيل حاليا، واقتصر على ذكر هذين لأن أحدهما متعلق بحق الله سبحانه اللي هو الزنا يعني، والآخر بحق العباد اللي هي السرقة، فكأنه يقول إن مات على التوحيد دخلها، وإن تلبس بمعصية متعلقة بحق الله تعالى أو بحق عباده، وزيادة شرب الخمر في رواية للإشارة إلى فحش تلك الكبيرة، لأنها تؤدي إلى خلل في العقل الذي به شرف الإنسان على البهائم، وبوقوع الخلل فيه قد يزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. وأسقط المصنف تكرار استفهام أبي ذر لذلك وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرتين أخرين، زاد في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر لعدم تعلق غرض الترجمة به، يعني المصنف اكتفى بدي وما كملش الرواية كاملها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري في الرقاق من صحيح، وقد أخرجه في مواضع أخرى منه، وأخرجه مسلم في الزكاة، ورواه الترمذي في الإيمان من جميع، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ومداره عندهم على زيد بن وهب عن أبي ذر، كذا يؤخذ من الأطراف للمزي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي أي وجد فهي تامة، كان هنا إيه تامة بمعنى وجد، أي وجد فهي تامة فاعلها مثل أحد، يبقى مثله هنا إيه فاعل، مش تقول اسم كنبة تقول فاعل، والظرف حال منه، ويجوز أن تكون ناقصة، والظرف خبر مقدم، يبقى ليه خبر مقدم وإيه وأحد يبقى إيه اسمها مؤخر، يعني يجوز الاثنين يعني من حيث الإعراب. ذهبا تمييز، مثل سرني ألا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء، بالرفع مستثنى من شيء، ورفع لكونه مستثنى من كلام منزل منزلة المنفي، وهو أنه في حيز جواب لو، إذ هو في تقدير النفي كما أشار إليه الحافظ في الفتح. أرصده في محل الصفة المستثنى، أي أعده لدين، أي لأداء عند مجيء الدائن أو عند حلول أجل الدين كما تقدمت الإشارة لذلك. وفي الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الخير والحض على ذلك في الحياة وفي الصحة، وترجيحه على إنفاقي عند الموت، وقد تقدم منه حديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هي دي الصدقة الأعلى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء منها لإنفاقه في من يستحق أو لإرصاده لمن له حق، وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقييده، في رواية عند البخاري بقوله أجد من يقبله، وفي تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع، وفي الحث على وفاء الدين وأداء الأمانة وجواز استعمال لو عند تمني الخير، لأن النبي نهى عن استعمال لو، قال تفتح عمل الشيطان إلا لو كنت بتقولها في تمني خير، فهمت؟ وتخصيص الحديث الوارد بالنهي عن استعمال ما يكون في أمر غير محمود شرع بالاستعمال لو، عن استعمال عندك لو، وتخصيص الحديث الوارد بالنهي عن استعمال لو، عندك هنا استعمال لو، هو كان حقه يقول استعمال ايه ايه لو، لان النهي ان عن استعمال لو، فحط هنا لو كده يسقط. جواز استعمال لو عند تمني الخير. وتخصيص الحديث الوارد بعدها بقى كمل بقى، وتخصيص الحديث الوارد بالنهي عن استعمال لو ما يكون في امر غير محمود شرع، فهمت؟ حط لو هنا بقى، لو حطيت لو هنا هتبقى جميل، ها؟ وبطل لو لو بقى. وفي غير ذلك متفق عليه، أخرجه البخاري مع الحديث
قبله في باب واحد. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عبد خلقك ورضا سيدنا عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.